عاشر اللي قلوبهم صافية حتى لو كلامهم جارح، وابعد عن اللي قلوبهم سودة حتى لو لسانهم بينقط سكر. أبو قلب أبيض هيتمنى لك الخير وعمره في يوم ما هيحسدك، واللي قلبه مليان سواد هيتمنى النعمة من وشك تزول ويشوفك مكسور. ربنا يبعدهم عننا، اللهم أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل عندنا أكتر من فقرة. فقرتنا الأولى هتكون ضيفتنا فيها الفنانة الكبيرة أمال رمزي، أيوة، واللي بدأت حياتها الفنية مع المسرح والتلفزيون، وكمان شاركت في مسرح الريحاني بأعمال كتير قوي. كانت أول مسرحية ليها اسمها البيجاما الحمراء، وبعدها قدمت مسرحيات حكاية ثلاث بنات وحب ورشوة، كمان متعتنا بأعمال فنية جميلة قوي درامية. شافي أو متولي، من الجاني، حارة السقايين، زمن الحلم الضائع، والعديد من الأعمال اللي سابت بصمة فنية كبيرة قوي في الدراما المصرية. هيكون لنا لقاء معاها، هنعرف منها ذكرياتها مع نجوم الزمن الجميل. في الحقيقة اللقاء ده متميز جدا. ليه بقى بقول كده؟ لأن طول عمرنا في مصر هنا أصحاب الريادة الفنية. يمكن كنت أتمنى في يوم الأيام يبقى اللي موجودين وبينعموا بحياة وصحة أكتر من كده، علشان نعرضهم ليكم وتسمعوا حكايتكم وتسمعوا حكايتهم وتسمعوا مشوارهم الفني ده كان شكله إيه. ولكن هي حدا حال الدنيا. أمال رمزي من الفنانات اللي كانت وجهها له علامة على الشاشة المصرية في أي حاجة بقى، لو اشتغلت تلفزيون، لو اشتغلت مسرح، لو اشتغلت سينما. كانت مقربة جدا من نجوم كبار زي سندريلا رحمة الله عليها. تعالوا ما اتكلمش كتير ونروح ونسمع اللقاء ده ونرجع لكم مرة تانية. ابقوا معنا. تفاصيل حلقتنا ذات طابع راقي، جاية من الزمن الراقي لما كان الكوة الناعمة طول الوقت بتعبر عننا بجمالها بشياكتها. لما طول الوقت كنا نبص على ممثلات الوطن العربي نلاقي أولهم كده أسماء الفنانات المصريات، الموضة والمكياج والجمال اللي من غير تصنع، التمثيل اللي كان عن موهبة قوي، كانوا موهوبين قوي فوق ما احنا نتخيل. معايا النهاردة هانم من هوانم السينما اللي طول الوقت، او التمثيل كله عامة، لان هي في الحقيقة كان ليها مشوار في المسرح ومشوار في التلفزيون، ولكن هي طول الوقت كانت تخطفك كده، ليها طلتها، ليها الجمهور اللي عارف بصمتها جوه مصر والوطن العربي كله. نجمتي النهارده الفنانه الجميله امال رمزي منوراني. اهلا بيكي ومين. ميرسي على المقدمه الحلوه دي. لا ده حق حضرتك. ميرسي يا حبيبتي. في الحقيقه يمكن اللي انا قلته حقيقي، ان حضرتك كنت طول الوقت حاولي تثبتي ان انتي مش موهبة او دور وبس، لا انتي كنتي غير موظفة او مصنفة. هنبص لها حضرتك في السينما والمسرح والتلفزيون. كنت بصور مع الاستاذ عادل العسر مسلسل مملكة يوسف المغربي في اسكندرية، وباجي بالليل اعرض مسرح كلام رجالة. ايوه. كنت شايفة حياتك الفنية وقتها ازاي؟ يعني صغيرة وحبة
وضحت ببلدها وجابت مامتها وجابت اخوها واتنقلنا في القاهره عشان امثل. وكنت في المدرسه في الاميره عمر طوسون في فليمنج، فجنب الاذاعه كل يوم والتانية اروح للاستاذ حافظ عبد الوهاب، طنط زوزو تبقى مرات خالي، اخت حافظ بيه عبد الوهاب مرات خالي، كل ما اروح اقول له انا عايزه امثل يقول لي لما تاخدي الاعداديه، لما تاخدي الاعداديه. اخر مره كان محمود شركس قال لي لما تاخدي الاعداديه، مديحه كمان لسه ماشيه، فما تاخدي الاعداديه. فانا جت من عند ربنا وخدت الاعداديه ومثلت، دي جت من عند ربنا بقى. انت اللي خليتي الاسره تنتقل من اسكندريه للقاهره. لان كنت بذاكر في البوريفاج، بيتنا في زيزينيا وبيت جدي فلوران، تخرمي كده، ففي جنينه حلوه قوي في البوريفاج، بعمل نفسي ان انا بذاكر. وكنا بنزور من المدرسه انا وسناء الخليوي وكفايه العطار، هما بقوا دكاتره وانا بقيت ممثله. فحبيت قوي، لقيتهم بيصوروا فيلم حبي الوحيد لناديه لطفي وكمال الشناوي وعمر الشريف، واتبهرت اكتر. ولقيت التليفونيست بتسجل اوضه 42، انا لسه فاكره اوضه 42، اوضه 42 محدش بيرد، يا فندم يا فندم خليكم معانا يا فندم، بتغلط دي بتاعت الاوبريتر. فقلت للاستاذ كمال الشيخ، كنت فاكره مصطفى جمال الدين هو المخرج، تاريخ كمال الشيخ، فرحت له قلت له حضرتك قول، قال لي انت حفظتي؟ قلت له اه، قال لي طب قولي، فقلته من غير ما اغلط. قام قال لي طب تسمحي بقى تجي بقى معانا اسكندريه؟ قلت له اجي مصر؟ قلت له لا انا اسكندرانيه. قال لي يعني انت مش مستاذنه؟ قلت له لا انا مستاذنه ناديه لطفي بس، لان انا على لوحه ميز الزينيه وناديه على لوحه جليم. قام قال لي عشان تعملي دوبلاج. قلت له يعني ايه دوبلاج؟ قال لي يعني الصوت. قلت له لا لما اسال ماما وبتاع. هنا جيت بقى من عند ربنا ليا قريب كان في ليدك في باريس، وجاي اكل اكلة سمك عندنا بقى الاسكندرانية. ماما وتيتا قالوا له البنت دي مجنونة سينما، وكان مع المخرج الاستاذ ابراهيم عمارة. الله. قال لها طب ما تعمل لها تيست يا كمال. كمال ده بقى اللي هو كمال صلاح الدين. هتيجي جوزتي؟ اه. فقال لا ولاد ناس، وام منيره سنبل بنت بهوات عندنا، فلا ما تاخدوش نظره وحشه. قالت له البنت دي معذباني. قال لها طب انا هريحك منها واتجوزها. اتجوزتي بالفعل. وعمل لي 7 افلام. الشغل مع المخرج جوزك سهل ولا صعب؟ لا صعب. ليه بقى؟ لان لما كان يحب يشخط في ناهد شريف كان يشخط فيا انا عشان توصل لناهد شريف. طب انا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ وانت عرفتي منين؟ ذنبي ايه انا؟ انت عرفتي ده ازاي؟ هو قال لك؟ وتقال على مالي انت بتشخط فيا ليه؟ يعني هو قال لك مش انت المقصوده خالص يا امال؟ انا اسف. لا 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 معلش، مشيها مشيها مشيها. طيب بيبقى صعب؟ لا خلاص، يعني ده هو القائد ولازم اسمع كلامه. فسمعت كلام، بس بعد ما روحت قلت له لا وحياة ربنا لفتن واقول ان انت بتعمل فيا كده وانت قصدهم. يعني جوزتي 4 مرات؟ 3. 3. الست لما بتبقى مثلا طول الوقت بتشتغل فكرها اعتمادي على نفسها، فاهمة الحياة أكتر، لأن الست بتشتغل بتتعامل أكتر، بتختلط أكتر، بتتعرض لمواقف أكتر. بس ماما ما كانتش بتسيبني. كانت على طول معاكي. الحارس الأمين. يعني أنت كنت جميلة أوي طول الوقت ومثلتي جميلة. لا هي الحارس بتاعي. حتى كنت بصور في المقطم، كان أعتقد مع أحمد النحاس او عادل اثر وبتاع، فالساعة 12 بالليل ومفيش اتصال، فاخويا كلم مامتي وقالت له هي اعتقد في السنترال اللي عند المقطم علشان بيصوروا المسلسل. حبيب قلبي قام من النوم جه جاري وجا لقاني وقال لي انا همشي قدام وانت ورايا.
طب ليه؟ قال لي علشان ده طريق حلزوني، ممكن وانتي نايمه ولا حاجه تقعي ولا يجرى لك حاجه. حقيقي طريق صعب، مشوار تلات ازواج، فنانه معروفه ومشهوره، خلاص الوطن العربي كله كان عارف امل رمزي. ما خلفتيش ليه؟ ما خلفتش علشان كنت مشغوله بالسينما ومشغوله بالمسرح، وبعدين اخويا مات صغير، فانا شلت المسؤوليه، بقيت اوديهم المدرسه واجيبهم المدرسه، وتعلمت اعمل لهم اكلات. طبعا كانوا بيقولوا حلوه تجنن ولا بتجنن ولا حاجه، فما رضيتش اخلف علشان ما شاركش حد. خليت حبي لولاد اخويا بس. طيب والطرف التاني وافق بده ازاي؟ لا، ما اتخانقنا وانفصلنا. أني حد كان مصمم يخلف من امل رمزي؟ الباش مهندس شوقي حامد، كان مهندس ومقاول كبير، وهو اللي عمر ليبيا كلها. كان مصمم؟ لا حضرتك تبقى ام ولاده. مره قال لي هضربك رصاص، قلت له اضرب. كل قناعاتك ونجاحك مع ولاد اخوكي ما حركوش جواكي حاجه؟ ما انت خلاص اوريدي بقيتي. لا خلاص، ولادي بقى، ولادي بقيت اودي واجيب. فعلا الفنان احمد رمزي اداكي اسمه؟ اه. ازاي؟ قالوا ايه نسميها؟ ايه نسميها؟ ايه كان سمير صبري موجود، واحمد رمزي، ومحمد سلطان، وثلاثه الابطال، لان كنا بنعمل جدعان حارتنا، بنوضب جدعان حارتنا. فقال لي هتسموها ايه؟ تسموها ايه؟ فقال امال صلاح الدين، قلت له لا مش جايز ننفصل. جايز؟ ايوه فبلاش. بعدين احمد رمزي قال ايه؟ سموها امال رمزي تبقى اختي في الحرام. قلت حلو قوي يا احمد رمزي. طيب ومع الوقت وفنانين كبار قوي برضو، شفتك جنب سعاد حسني طول الوقت، كنا نسمع ان انت قريبه منها. كنت اختها، قعدت معاها شهرين ثلاثه في اللوكيشن، وكانت بفوت اخدها كمان من شارع يحيى ابراهيم عشان يبقى فيه اندماجيه، لان هي كانت طبيعيه قوي. كانت جميله زي ما بنشوفها. جميله وطعمه. لا عالشيء، شوفي قدام الكاميرا في 2 كريستالات مش ممكن تبعدي عينك عنها، تفضلي سبحان الله سبحان الله. هو انا عايزه اكلم حضرتك في حاجه برضو، يمكن هي بتشغل دلوقتي الراي العام وسيدات الجيل ده، عمليات التجميل والفلر والبوتوكس والنحت. لا انا الحمد لله، الحمد لله، لان في ناس شفتهم عملوا انا حزنت، وصلوا انهم مش قادرين يتكلموا. فانت ما حبيتيش؟ لا ممكن اعمل حقن البوتوكس. انما شد وبتاع والحاجات دي لا حرام، وبعدين بيطلع غلط. طب بيبقوا عاملين كده اهو. وقت ما كنت طول الوقت بتشتغلي كان الجمال بتاعكم بلا مزايدات بلا اضافات؟ لا ما كناش نعرف لا تجميل ولا بوتوكس ولا المسائل دي كلها. رغم كده كنتوا بتبقوا جميلات طول الوقت، يعني جمالكو كان الوطن العربي كله بيتكلم عليه. يعني كنت بتشوفي ده ازاي؟ فرق دلوقتي انا عايزه اتكلم عن التطوير اللي بقى موجود والفنانات يعملوه اوريدي بتوع الجيل ده. لا دلوقتي اللي عاملين تجميل وبتاع بيبقى ظاهر عليهم مش حلو، بتبقى حاجه من كده زي من المناخير واضحه، حاجه كده بتتكلم وهي. وليه انا صديقه كانت اموره وعسوله ونجمه، بعد ما شدت بقت يومك شكله ايه دلوقتي؟ لا حلو الحمد لله. تحب القرايه؟ تحب التلفزيون؟ بحب التلفزيون، بحب اقرا. بتتابعي ايه؟ يعني بتابع مسلسلات ماسبيرو، شداني قوي. دلوقتي انا بشوف ممثلات 10 11 في كل المسلسلات، ما بقتش اعرف دي من دي من دي من دي.
صدقيني انا لقيت ميمي جمال في 6 7 مسلسلات. طب بتعمل ايه هنا وبتعمل ايه هنا وبتعمل ايه؟ مثلا لقيت فريدة سيف النصر هنا وهنا وهنا وهنا. لا ما كانش ده زمان. كان مدام في مسلسل في قصد، لما يخلص مسلسل يعملوا مسلسل جديد ياخدوا قصد تاني. يعني كل ممثل يبقى موجود بيظهر في حكاية واحدة. كان ممدوح الليثي وصفوت الشريف دي كانت حلوة فيه، كان عمل لنا دورة لنا مسلسلين في كل سنة، كل واحدة لها مسلسلين في كل سنة. بس بيرو ده بيتي، لو عزوني في أي وقت أروح. ولا وبلا فلوس وبيعزوني، دموعي بتنزل لما بخش. ليكي ذكريات كبيرة فيه؟ ده احنا كنا بنبات فيه، كان في كافيه في الدور ال11 وكافيه في اول دور علشان ما يروحناش الاستاذ وفيق الا لما يخلص الحلقه. ليه تفضلوا انتوا موجودين؟ بالمكياج بالجاهزين؟ المكير موجود والاستوديو موجود وكله مفتح. سعاد حسني فعلا كانت مرات عبد الحليم حافظ؟ انا فت عليها، كان عندي معكوكة كده كانت بتقولي بتمشي ببرفة ولا مية؟ كان عندي عربية سيستافا. أيوة. أول ما طلعت فهي في الزمالك أحمد عرابي وأنا في المهندسين، فقال لي طب يفوتش عليا خدين تلحد، فأفوت في شارع حسن صبري وأخش أجيبها، فلقيت واقفين بيتكلموا عند بلكونة على كان الساعة 9:30 الصبح كده. قال لي ها يا أمال عاملة إيه معاكي؟ وبعدين أنا يعني لي علاقة وقعدت معاه كتير، لأن بنت خالتي كانت مرات بليغ حمزي أمال حسن تحيمر. بنت خالة حضرتك على طول؟ يعني والدتها أخت والدة حضرتك؟ فانت هو طبعا بليغ قريب جدا من عبد الحليم. ياه، وعلى السجاده والعود ويغني فشفت كامل الشناوي، شفت عبد الوهاب محمد، شفت محمد رشدي قبل ما امثل معاه، لان انا مثلت معاه فيلمين ورد وشوك وجدعان حارتنا او حاره السقايين. يعني كان في علاقه، يعني علاقه. قرينا ان كان سبب رفض الزواج من سعاد حسني ان عبد الحليم مرضه منعه من الزواج ده، اما كان في مشروع جواز فعلا. ممكن لان هو كان عنده بينزف، يعني انا مره قال اعزمكم عامل سفره حلوه قوي، لقيت جبنه قريش والعيش المحمص، كان ده اكله. وحتى انا قلت مش بيتجوزوا ليه؟ يعني مش بيتجوز ليه؟ قالوا لي الدكاتره ما سمحولوش. كان ده الرد. كان مرعب الحس كده زي ما بنشوف قوي 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 قوي، يقعد يتكلم يا سلام ازيك يا مولا اخبارك ايه؟ يعني ناعم جدا يجذب اي ست تجري وراه. مين في الفنانين اللي موجودين حوالينا دلوقتي على الساحه بيلفت نظرك وممكن تسمعي له اغنيه تقول ايه الجمال ده؟ بشد سمعك. احنا عندنا مصر ولاده، عندنا مطربين كتير وحلوين قوي قوي. وبعدين بحب ورده قوي 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 لاني مثلت معاها في ان الاوان. بيقولوا كانت طيبه جدا. واو، طفله تجيب لي تقول له يا احمد يا ساره البنت دي بتسرق مني الكاميرا. قلت له والله ما سرقت كاميرا ولا خرجت ولا قاعده معاها. قالت لي قالوا لي ان انت حراميه بتسرقي الكاميرا. كانت في مديره الانتاج اسمها نور الهدى، فبقت تجيب لي من بونا بوتي سندوتشات وشوكولاته وبتاع. ها لو سرقت الكاميرا هقول لك حاجتي. كانت طفله كبيره وكانت عسوله وكانت بتحكي ادق اسرارها. يعني فضلتي ماشيه طول الوقت؟ مشوار الفن مش سهل. لا صعب، الواحد بيطلع واحد وينزل، يعني الحياه كده مش فطيره واحده. حد يزعل من عادل امام؟
انا ما زعلتش من عدول. ليه ارينا؟ حضرتك قلتي انا زعلت من عادل امام اللي انا كنت ببقى مفروض معاه في الدور ده، بس هو اختار فنانة تانية مكاني. هو اساسا كان عادل امام كان بعدين قالوا لا نجيب احمد زكي عشان احمد زكي اسمر ونجوزه مهجة عبد الرحمن كانت في المعهد، فده يبقى واقعي اكتر. عظيم. فلقيته الله يرحمه جه وجاب الاستاذ حلمي سالم ده اللي هو حما اخويا وكان صديقه جدا، لان احمد زكي ما كانش ليه ناس في مصر قوي. فلقيته جايب لي السيناريو وقال لي يا ستي كنت انتي مترشحه انك تبقي مراتي، بس انا بفكر انك تعملي صديقة صفية وانا هجيب زوجة شبهي في البشرة. قلت له اوكي يا حبيبي. لما جينا لبعض يذهب للمأذون مرتين بقى لسه زعلانة يا مولا، قلت له لا ابدا يا عدول، هو دي سنت جدا مهذب وما يطلعش لفظ وحش منه، رغم ان سعيد صالح كوميديان كبير جدا، بس ما كنتش انا اشتغلت مع سعيد مطلوب حيا او ميتا، اشتغلت معاه 3 افلام كمان، بس كان بيقول الفاظ ما يصحش تتقال قدام سيدات محترمات. عفوا هو جريء. هزاره ساعات بيبقى مش كتير مش حلو. انا استاذ عادل ابدا. لا 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 عادل حاجه تانية. ولا شوفي عادل فين؟ عادل لما فكر يتجوز اكبر من عائلات مصر، بنت الشلقاني وما شاء الله هو في المنصوريه عمل 4 فيلل، لان انا طليقي هو اللي جايب له ارض المنصوريه، جايب فيلا لاخته وفيلا مش عارفه لمين ومين يعني. شوف الشتان. سعيد بقى كان بيروح يسهر، يروح يعمل كركر، يروح مع ان سعيد كوميديان خطير جدا الله يرحمه ويغفر له. نور الشريف استاذ ممثل واستاذ في اللوكيشن، موهوب، بيديني ملحوظات على طول، استاذ وسيد الاساتذه كمان. ولما جينا على البوسه، لان هو ماشي وبتاع في بوستين 3 كده 4، قلت له استاذ احمد دي لا دي بوس بجد بقى، لا 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 ده بوس بجد، لا حرام عليكم. هو محمد عوض يبوس ونور الشريف يبوس؟ كانوا في المدرسه يقولوا لي يا بختك يا بختك عشان نور الشريف. ايه رايك في مصطلح السينما النظيفه؟ سينما من غير كوبولات، من غير ما لا ما في سينما نظيفه وسينما مش نظيفه. سينما احنا نشأنا على سينما واحلى افلام، والناس العالم العربي كله كان بيقلدنا. حقيقي بتشوف المصطلح ده ايه؟ حقيقي؟ طبعا كل العالم العربي بيقلدنا، افلامنا وبيجري ورا افلامنا واعمالنا ومسرحياتنا لا بتشوفي المصطلح اللي اتخلق وسطنا، السينما النظيفة، ملبس مايو، محدش يبوسني، محدش يلمسني، بتشوفي ده ازاي؟ لا 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 لا، يعني أنا دخلت والوسط كله مايوهات وبوسات لا دي بدعة بقى. ليه دايما بنقول إن مهما اتطورت الكاميرات واساليب الاخراج، واكيد حضرتك فنانه وعارفه ده كويس، يظل في حاجه في افلامنا السبعينات والثمانينات والتسعينات؟ حنين. هي ايه السر؟ حنين بيشدنا. كانوا بيهتموا بالصغيره اهم من الكبيره، كانوا بيهتموا بحاجات دقيقه جدا، انما دلوقتي الفيلم بيتسلق في اسبوع او في اسبوعين. احنا كنا بنقعد 2 و3. اتفرجتي على اولاد رزق؟ لا. طب سمعتي الضجه اللي عملها؟ سمعت ان عمل ضجه كبيره وفلوس كتير وبتاع.
مين من الفنانين الرجاله الجداد بقى اللي هم موجودين على الساحه دلوقتي؟ احمد عز، مصطفى شعبان، امير كراره. عجبني جدا مصطفى شعبان، كان بيعمل ايوب مسلسل كان هايل بصراحه. من سنتين. وكانت هايله البنت ايتن عامر. هي موهوبه فعلا. بتحبيها؟ بحبها. هي هما مش اسكندرانيه، هما جم اسكندريه يعني، هما اساسا من صعيده. بس جم اسكندريه و هم فعلا جمال. هي اسره فنيه جميله، ايتن عامر وفنانه الجميله وفاء عامر، هم جمال قوي. حاجه بتشدك دلوقتي ما كانتش موجوده وقت ما كنت انت بتمثلي؟ شوفي، انا اللي بيشدني لو قريت عمل حلو انزل له جري. والدور امال رمزي اتخانت كتير. وانت بالجمال والروح لا 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 لا، كتير كتير كتير. ناس بتقول الست الحلوه بتتخانق. مفيش راجل مش خاين. يا مدام امال، ايه ده بقى؟ على طول كده. ده انا كان بيرقص معايا، وفي كنا في الماريجيان، والستات بتحط له نمر التليفون في الجيب لان كان جواهرجي وشكله حلو وغني وبتاع. تظبطي الخيانات؟ لا، ما انا قفشته مرتين، في الثالثه قلت له خلاص لازم اتطلق. قفشتيه ازاي؟ عنده ست بتعمل له من بتوع سحاري سيتي دي، بتوع دنجا دنجا دنجا، وكان ليه مزاج قوي الشيشه بتاعته دي والاكل وما اعرفش ايه. وبعدين وانا سهرانه ومجموعه، ابص الاقي جايه مازيل او ست تقول له عايزه توريك الحاجات اللي بتبيعها مدام سماره دي، امتى تروح تتفرج وتشوف السمسار؟ يقوم يتزعق الميعاد على انه بكره هيروح يتفرج على حاجات عشان يشتريها، عشان هو جواهرجي وبيشتري تحف وبتاع. فطبعا كنت انا مغفله، كنت بصدق لغايه انا ما قفشت بقى بنفسي. ميعاد من دول قفشته. كان معايا طب انت عامل شقه تانيه ليه؟ يقول لي علشان انا اتعلمت من ابويا باخد الانفاس وبتاع، واصحابي وبنقعد نتكلم في الشغل ومش الشغل المسائل دي. بعدين طلع بقى انا مش عاملها عشان الشغل والشغل. انا مره طلعت الساعه 1 بالليل سحري سيتي عشان اقفشه في الشاليه. اصرار. كان ممكن نتقتل والله وانا عيالها صغيره وبتاع. كانت جرأة تز ما في ما يكون ولا يهبب، هو هينقص يعني. أكتر حب فاكرة في حياتك؟ ست بيجي وقت عليها حتى لو الدنيا عدت بيها بمراحل كتير. هو طبعا أكبر حب في حياتي وأقوى حب في حياتي اللي هو الجواهرجي اللي غلبك جدا. ده كان حب، حبي الوحيد. شوفي، فات عليني سنين دلوقتي، ولما يعيد عليا ولا حاجة أقول مين يقول لي حبي الوحيد، أعرف إن هو. كان ده حب. أقول له بذمتك، يقول لي ما أنت مجنناني، أروح المسرح ألاقي أربعة خمسة ستة معجبين. الغيرة. 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 ليه الجيل بتاع حضرتك ما كانش شايف غير الفن بس؟ اما جيل دلوقتي لا، بيبقوا ممكن يبقى عندهم بيزنس تاني، بيجتهدوا في حياه تانية. بيقولك كمان لا، ما اعرفش اعمل بيزنس انا ولا الحاجات دي، ما اعرفش. يعني انت شايفه ان بيفكروا دلوقتي كده افضل؟ طبعا، واذكى مننا، واذكى. لا، احنا كنا يعني، وبعدين كنا بناخد ملاليم، ما كناش بناخد ملاليين ولا حاجات نهائي. لا طبعا، كانت اجورنا اي كلام، دلوقتي اجور ملايين. هنسمع ان كان في نجمات شباك، ناديه جندي، نبيله عبيد، ناديه جندي مكافحه وعملت نفسها بنفسها،
ست ذكية جدا، وعلى فكرة بلدياتي اسكندرانية، ست ذكية. اللي يميزها بقى، اللي يميزها، اللي حضرتك قلتي عليها ذكية، اللي يميزها؟ أولا لما فكرت اتجوز، جوزت راجل عنده شركة وشخصية واسم زي عماد حمدي و و و، فطبعا مش ساعدها، لا هو اللي عمل لها كل الهيلمان، قرب لها المسافات، ده انتج لها بامبا كشر حط كل فلوسه فيها، كل ما يمتلك فيها. فانت بتشوفيها ذكيه لانها بتختار زيجتها. اه وده مهم. وبعد كده اتجوزت اللي حبيته بقى. محمد مختار قصد حضرتك؟ هي مدام ناديه الجنتي حبت محمد مختار؟ ما حبيته وجوزته كمان، وبعدين انفصلوا. وبعدين هي مديها وقتها لابنها كله، لهشام دلوقتي بتاع. بتتواصلوا؟ بس ذكيه جدا ناديه. بتتواصلوا؟ في مناسبات، في همزه الوصله الدكتور هرتش اللبناني، اه طبعا العظيم بتاع دكتور تجميل الرائع، تجميل والحاجات دي، دايما يعمل حفلات، عزمنا في جروب زمن الفن الجميل في بيروت و... هو معتاد يعمل فعلا الجلسات دي، فممكن تشوفيها. كان وانت في مشوارك دايما الواحد بيبقى عينه على حاجه، اكتر حاجه شغلاكي او كانت طول ما انت بتمثلي كانت ايه؟ طول ما انا بمثل اللي شغلني دوري عايشة فيه. يعني انت عايزة تفضلي لا بتقمص الشخصية لغاية ما اخرج من البلاتو. سامحيني في السؤال، حضرتك اعتزلتي الفن؟ لا خالص، لا انا لسه مخلصة قمر ملكة الغجر على البالون، كان ارش كومبليه، ومخلصة مسلسل معروض في رمضان طبيبة شرعية، انا مرات ياسر علي ماهر، الحاجة عظيمة، هو الحاجة عمران، الحاجة عمران والحاجة عظيمة، ومسلسل حلو جدا إن شاء الله، كان إنتاج رمسيس محروس. هاخدك ونفتكر شخصية جميلة قوي، سهير البابلي رحمة الله عليه. دي حسولات. أيوة شوشكة، عايزاكي بقى تكلمينا شوية عن الكاركتر ده، يعني كان إيه يميزها؟ هي اساسا ما كانتش غاويه تمثيل، دي كانت جايه اعتقد مدرسه موسيقى او حاجه زي دي، انما الموهبه دي بقى بتاعت ربنا، بقى ظهرت بتاعت ربنا، وفجاه بقى في عز نجاحها دي قفلت على رصيف 5 ده ولا ايه، وارش كومبليه كانت هجيب سكتة الجلال الشرقاوي في عز ما هي يعني في صعد، والاستاذ جلال مخرج هايل، انا عملي حبه ورشه ودلع، خلاني نيلي، عملي فنانه استعراضيه وبتاع، حقيقي كان في وقت ما هي قررت تعتزل هو ما عرفش يوقفها خالص. لا 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 فجأة حبت واحد متدين قوي، حب بيغير. طبعا، وبيغير للدين طبعا، حاجه حلوه طبعا. بنقرا دايما في بعض التصريحات اللي بتبقى بتظهر على الساحه الفنيه بيربطوا الاعتزال بالتدين، اتحجبت واعتزلت الفن، بتشوفي ده ازاي؟ لا خلاص ربنا اراد لها بكده، خلاص ربنا يبارك لها وعملت حاجه حلوه. فانت بتشوفي ده حلو يعني؟ طبعا مش وحش. ممكن تفكري تحجبي وتقولي خلاص بقى انا قررت اختم حياتي الفنيه هنا؟ يعني انا ساعات بعتذر وساعات اقول طب ليه، طب انا من صغري وانا بحب الفن وبحب التمثيل، طب هعمل ايه؟ وبعدين ما خلفتش، بعدين اقعد اكلم نفسي زي المجانين بقى ولا ايه؟ فبتختاري ان انت واولاد اخويا اللي كنت بوديهم وبجيبهم وبتاع ومرسى ومامتي معاهم كبروا هما بيتجوزوا دلوقتي، لا يبقى شغلي بقى مسليني،
ما ميمي جمال بتعمل في 10 اعمال في وقت واحد. صح. هي ميمي جمال محتاجه ده حسن مصطفى يحضر الدولارات ويروح يشتري يعمل حاجات في السعوديه ويرجع. يعني مليونيرات الاثنين ما شاء الله عليه، ربنا يزدهم. تقعدي مع وقت مع وقت كده وتشربي فنجان قهوتك، حاجه دلوقتي حاسه ان انت ما عملتيهاش وعايزه تعمليها، او امال رمزي اثرت في نفسها في الجزء ده يلا اعمله؟ لا ان شاء الله بفكر اعمل عمره ان شاء الله يا حبيبتي، ربنا يكتبها لك. اه يعني انت ناويه باذن الله تطلعي عمره؟ اه ان شاء الله ربنا يكتبها لحضرتك. لان مامتي حاجه، مامتي حاجه 3 4 مرات. كنت دلوعه يا مدام امال؟ هما بيقولوا كده. انا لا من حضرتك كده ولا هما بيقولوا كده؟ انا عايزه اقول لكم ان هي بسكويت قوي. لا هي ماما كانت مدلعاني لان الوحيده بسكوت قوي قوي، وخايفه بقى لان كل ما تجيب عيال يموتوا، فكانت خايفه. فانا بالنسبه لها كنت يا سلام. طيب هسالك سؤال تاني. يعني ما شاء الله على حضرتك وطلتك الجميله، شعرك ما شاء الله ولونه اللي يجنن وكلها بامان، بكلم حضرتك في منتهى الامانه، ايه الشياكه والجمال ده؟ بس يا حبيبتي كلمك مثلا لما بداتي تقفي قدام المرايه وبتبدا بقى الخطوط اتجاهات تبان وشكلنا يبان احنا بنكبر. لا كل سنه وليه جمال وما نخدعش نفسنا، يعني مش معقول ده الناس تضحك علينا. يعني معروف سننا واتولدنا امتى وجيبوا امتى وبعدين اخش عامله كده؟ لا طبعا. بتقولي لنفسك ايه؟ لا اقول لنفسي حقنت لو داخله عمل جديد حقنت بوتوكس او حقنتين وخلاص، انما ليه انا؟ لان كل اللي عمل تجميل اتشوه. قولي لي مين عمل تجميله كان كويس؟ الا واحده بس تقريبا انا عرفتها، بس يا رب اكون هي صح. طب انا هقوله وقولي صح ولا غلط، وابقى انا اللي قلته مش حضرتك، ما دام ناديه الجندي. يس شكرا يا جميله. ايوه فهمت. اه يعني انا وفعلا طول الوقت هي كمان ما شاء الله عليها بتبقى وهي من جواها حلوه، واللي من جواها حلوه بيظهر على وشه. لطيفه وحلوه بتحب الناس. جمهور اللي بيحبك في الوطن العربي تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا، ويا رب كده مصر دايما بازدهار. انتي نورتيني ومبسوطه ان انا شفت حضرتك جدا. ميرسي يا حبيبتي. اشكرك. ميرسي. قاء ولا اروع، شخصيه ولا أهدى ولا أرق، سيدة بمعنى الكلمة. بصوا كانت دي الست المصرية وده شكلها وده طريقتها، كان هما بيعبروا عنهم. يعني الفنانات دي ما كانتش بتخرج تقعد مع نفسها، ما كانتش بتروح الكوافير كده مع نفسها، كان في ناس حواليها ومجتمع هي بتمثله. حتى لو نزلنا الريف ورحنا الأقاليم هما كان ليهم طابع. في وجهة نظري الأحلى من جمالهم كان سكونهم، كان عندهم سكون، كان عندهم راحة. أنا عايزة أقول لكم الحوار ده ما أكهدنيش أبدا، الحمد لله عملنا مشاهدات طول الوقت بالملايين بالملايين، ربنا صرف لنا فيها نصيب كبير قوي قوي. يمكن جيت عند مدام امال رمزي يعني كان في هدوء رهيب في حوارها، هي سيده هاديه قوي، بتتكلم تسالها تجاوب، بس هي ما عندهاش ان هي تجود في حكايه او تحكي موقف كتير، لا هي دي طريقتها. فكان لقائي بيها في سكون، في هدوء خالص خالص. انا من اللقاءات اللي استمتعت بيها جدا جدا عن قرب.
كانش الغرض ابدا نعمل منه ضجه ولا نعمل منه اثاره، لا اطلاقا. بدليل هي كان ليها طلبات بعد ما حاورتها، وهي سالت هو انت هتذيعي ده كله؟ في حاجات انا حابه تتشال، فكنت مبلغه زمايلي قلت لهم فورا ان مدام امال طالبه انه يتشال يتشال، لان انا مقتنعه بالكاركتر بتاعها مش بالمواقف العصيبه او اللي مرت بيه، لا. فكنت حابه زي ما هي متعتنا طوال الوقت اللي فات ومتعتنا في استقبالها لينا، كنت حابه ليها تخرج في الاخر لما تشوف حلقتها تبقى مبسوطه وراضيه جدا. اتكلمت معايا عن عمليات التجميل، كانت سلسه جدا. هي حد رافض ده، رافض يعمل عمليات تجميل او عمليات شد الوجه والكلام ده، شايفه ان ده تشويه، وان كل عمر ليه جماله وليه حلاوته، وده حقيقي، لازم كلنا نبقى مؤمنين بده. كل عمر ليه حلاوته وليه جماله. يعني بيجي سيدات تخاف من سن الـ30، عفوا، لان دايما بيبقوا اللي دخلوا الـ30 بيبقوا جايين من الـ20، فمحتاجين الرقم ده. اما هقول تخاف من الـ40 او تخاف من الـ50، الاكيد ان هو ربنا يكتب لنا النصيب ونعيش اعمارنا، ولكن كل مرحلة عمرية فيها حاجة حلوة جدا. يعني كل مرحلة عمرية بتضيف للست حاجة. ممكن نكون في الـ30 مش أحسن ولا أفضل حاجة من الـ40. يعني بصوا، عايزة أتكلم على نقطة، هو ده اللي أقصده. الشرط يبقى جمالك في الـ20. ممكن تكون مرحلة الـ20 دي كانت قاسية جدا عليكي، كانت أصعب تجاربك، أصعب أيامك، أقصى أوقاتك، وتوهجك يبقى في الـ30 والـ40، أو العكس. ممكن جدا يبقى توهجك في بعد كده في الـ40، وارد جدا ده يحصل. الأكيد إن كل عمر حلو نعيشه من غير ما نبذل مجهود نرجع للي قبله. مفيش ست فينا بتحب تكبر، علشان كده الوصفة لكثير من الأدباء والفنانين اللي بيبقوا طول الوقت مشركين يقولك السن من هنا، تستخسريش في أيامك ضحكتها، حكي. خليكي دايما مقبلة على إشراقة وعلى خبر حلو. خليكي دايما لو حاجة جت تزعلك أو تضايقك عديها. عارفة إن إحنا بقينا في مجتمع صعب بحكم الظروف والدنيا، ولكن ده مهم. مستخسريش في نفسك إنك تفصلي حتى مع أصدقائك أو زميلاتك أو ناس انت عرفتيهم في النادي عن طريق تمارين ولادك. اقعدي ما تتكلميش في مشاكلك، اتكلمي في ايامك الحلوه، لحظاتك الحلوه، الحاجه اللي بتمتعك، اللي بتبسطك، اللي بتخليكي حد تاني. اسمعي اغنيه تاخدك وترجع سنين كتير لورا. كل واحده فينا عندها ده، عندها ده في حياتها، احنا كلنا عندنا ده. ده مهم. ليه مهم؟ لأنه بيغيرنا، بيسيب جوانا حاجات وبياخد مننا حاجات، بيسحب مننا كده، عارفين زي ما نقول إيه، بيشفط السلبية اللي جواكي. أما تسمعي أغنية حلوة في الراديو وانت بتطبخي، وتيجي أغنية تبقى انت حباها وبتفكرك من وانت كنت في الثانوية العامة، اجري اجري وإيدك متعاصة الصلصة ولابسة مريالة المطبخ، اجري وشغليها، وقفي وشربي فنجان الشاي واسمعيها. ايه اللي هيحصل؟ ايه الغلط في كده؟ ايه الخطأ في اللي انت ممكن تعمليه؟ كده تبقي قصرت في ايه؟ شدي كرسي واقعدي اسمعيها. قولي الاغنية دي انا كنت في ثانوية عامة، كان بابا كذا وماما كذا وكنا كذا.
غذي روحك قبل ما تتسرق منك. لو اتسرقت وانطفت مش هترجع. مفيش حاجة بتنطفي ترجع تنور. صعب، ما تدخليش بحياتك في المراحل الصعبة. حافظوا على ده جدا جدا. كلنا لازم نعمل ده. حلفني الحظ أستاذة كبيرة قوي قوي، كنت واقفة مستنية الأتوبيس بتاع الشغل، كانش اسمه بقى لسه كوستر والكلام ده، فشافتني وتقريبا كنت اتأخرت جدا فخدتني معايا، اسم كبير. جالها تليفونات موبايلها بيرن مردتش، علشان في أغنية في الراديو كانت بتسمعها لمحمد رشدي بتحبها قوي. مش بقول لكم بقى فنان قديم جدا ولا لأم كلثوم ولا لا، هو محمد رشدي. خدت الموبايل كده رميته قدامها كده على العربية، يعني في الحاجات اللي بتبقى جنب العربية جنب الفتيس والكلام ده. فأنا فضولية شوية، قلت لها أستاذة حضرتك مش هتردي؟ قالت لي وأرد ليه؟ هما هيروحوا فين؟ في منصب ومكانة وبتدير كيان مهم جدا، بس هي بتحب الأغنية دي. اسم كبير جدا على قدر من الثقافة والوعي والمسؤولية والجدية، كبير جدا. خدوا ده نموذج في حياتكم، متسيبوهوش. حلو، ايوه حلو. تعالي عند بعد نهاية كل ساعات شاقة في حياتك، مش بقولك في نهاية اليوم، في وقت بتيجي انتي تبقي خلاص الدنيا هديت فيه، اعملي حاجة لنفسك فيه، اي حاجة تخصك. الجيل ده كان بيتميز بالحاجة دي، كانش عنده الصراعات اللي جوانا خالص. احنا بقينا نخاف نكبر علشان ما عشناش ايامنا، ما عشناهاش. افتكر نانسي يمكن مش في وقتها، ولكن هي حضرتني دلوقتي رحمة الله عليها، اللي كنا لسه جايبين الفيديو الحادثة بتاعتها، وكانت راح تجيب بنتها من الحضانة وعملت حادثة بشعة، سواء الميكروباص أو الأتوبيس بتاع المدرسة ضربها فماتت في الحال. افتكر والدتها وأنا بسألها، بقولها في آخر أوقاتها وأيامها كانت دايماً تقولك، تقولك نفسي أنام، كانت بتقولي مامتها نفسي أنام، هو أنا هرتاح إمتى؟ تقريباً دي بقت أسئلتنا كلنا، طول الوقت بنسأل نفسنا السؤال ده، إحنا هنرتاح إمتى؟ هنعيش لحظاتنا بالراحة إمتى؟ ده مهم. خلونا احنا نكون لاولادنا اللي بنقول لهم بالراحه اهدوا، لان يمكن اهالينا قالتها لنا، حتى لو قالوها قليل مش كتير، ولكن لان هما طول الوقت بيحلموا فينا، ولكن ده مهم. اقول لكم على حاجه، انا لما باجي اطلع في لقاء فببقى هاديه شويه، ده اكثر ما يميزني يعني، ولازم ابقى هادية حتى لو مش ده طبيعي. ليه؟ لان اللي قاعد قدامي ده لازم اسمعه، لازم اديله فرصة يتكلم، لازم يحكي ويقول مر بايه وشاف ايه. فباجي اشوف كومنتس يقول لك ده انت هادية قوي، انت باردة قوي، انت مش عارف ايه. احنا كمان وصلنا لكده؟ ايوه طبعا. الكومنتات دي انا ما بتزعلنيش، لان اساسا انا بتغذى عليها، فسيبكم مني انا، في حين ان ممكن يكون جوايا حاجه كتير، معارك، لان بيشوفني ملايين، فجوايا معارك، فعايزه اسال. ما ينفعش، لازم اثبت واهدى وادي فرصه للانسان اللي قدامي يتكلم. لما هو يفصل أنا أبادر بالسؤال تاني. أنا عايزة أقول لكم على حاجة، ممكن سؤالي يروح من دماغي وده بيحصل، لكن لازم أسترجعه.
ممكن اكون محضره لنقطه تانية انتقل لها، لكن لازم استرجع السؤال في النقطه اللي اتكلم فيها. من كتر ما انا هديت وهديت في التيم قدامكم ده مهم، لاما انا هطلع بقى باشكال مش هدي فرصه للضيف يتكلم. بكلم كل ست مصريه، حبيبتي كده كده انتي الشمعة اللي بتحترق لأجل الآخرين، انتي الحاجة اللي ما ينفعش تنقص في البيت حقيقي، ولو حصل البيت ده بيضلم أي ست فينا. انتي العطاء طول الوقت، انتي الجمال طول الوقت. لقائي مع مدام أمل رمزي الفنانة الجميلة قديرة رائعة، هي طبعا أعلنت هي ما اعتزلتش. سألتها أنت في ناس كتير أنت بتمثلي، وقالت لي ليه أقعد؟ فكرت كتير أقعد، بيبقى في زملاء ليكي اعتزلوا ولاعتباراتهم الخاصة مش عايزين يقابلوا الجمهور بشكل يضايقهم مرة تانية، هم حابين يبقوا كده. ردت قالت لي أسيب نفسي لوحدة تقتلني؟ يعني لما بنيجي احنا بقى حقيقي عن قرب، انا هي كلمتني كده عن قرب. ايوه هي على حق، هي بتتكلم صح، هي حقها يبقى لها حياتها واجتماعيتها وشغلها اللي هي ابدعت فيه، هي ابدعت فيه ونجمه في مكانها فيه، فزي ما اديته يفضل يديلها. ليه تقعد في الاخر لوحدها وتتضايق؟ لا طبعا مش من حق حد. دي من الحاجات الحلوه اللي هي قالتها. نيجي احنا بقى الجيل الجديد، اكلمك عننا احنا، نيجي نقول لك ايه؟ نبقى قاعدين كده في امان ربنا وتسمع طلقه انطلقت كده بوم. ليه؟ ام بتشد مع اولادها، بتختلف معاهم، متضايقه من ادائهم وتصرفاتهم، مغلبينها. حبيبتي دي نعمة كبيرة، يعني هل أصل أنت ما تعرفيش؟ لا عارفة، عارفة هو أهي ممثلة كبيرة، شافت نجومية وشافت استقلالية مادية وذمة مالية منفصلة، وفي عز ما يعني كانت مصر كل بتحاول تقوم تقف وبتناضل باسم المرأة هي كانت موجودة وبجدارة. قالت لك إيه؟ ردت الست دي قالت إيه؟ قالت آه فعلا حصل، الوحدة وحشة، ده أنا بدخل أعمل حاجة بس كده أرجع ألاقي كاب بوكس اللعب ورموها على الأرض وعملوا بعض وشدوا في خناق بعض ومسكوا شعور بعض. ده حلو الحمد لله عليه، في نعم حوالينا من كتر ما ألفناها نسينا اللي هي أحلى حاجة فينا، نسينا اللي هي من الحاجات المنجيات في حياتنا، نسينا ده. ما ينفعش، ولادنا دي أحلى نعمة في حياتنا، استحمل، نهدى، نروق. الحياة بقت في عجالة، احنا بقينا نقول لبعض هي الأيام بتجري كده ليه؟ هو فجأة جه آخر الأسبوع؟ أيوه، واحنا بقينا نجري معاها مش قادرين ناخد نفسنا. عزيزتي المرأة، رسالتي ليك النهاردة مش رسالة معقدة، ولا هكلكعها عليكي، أرجوكي خلي ليكي حق في نفسك علشان تكملي. خدي نفسك وقولي أنا هعمل الحاجة دي لنفسي بس، عادي جدا، وقومي كملي مواقفك وصراعاتك ومعاركك ومسؤولياتك وأي حاجة أنت عايزاها، اي حاجه انت عايزاها براحتك. ادي لنفسك بريك، اليوم 24 ساعه، واحنا كسيدات مصريات الحمد لله عندنا مواعيد لكل حاجه، عندنا مواعيد للفسحه، للتنزه، للمصيف، للخروج، كل افراحنا بمواعيد. عظيم، دي طبيعتنا، ما فيناش
التحرر اللي يسمح لنا نفتح الباب وننزل في أي وقت. إحنا ما عندناش التحرر من المسؤوليات ده. ما نقدرش نعمل ده. عندنا 100,000 حاجة. 100,000 مسؤولية. 100,000 حاجة، إحنا ممكن نيجي على نفسنا في حاجات تخصنا علشان نعمل حاجات الآخرين اللي حوالينا. أنا عارفة ده كويس أوي. إحنا في كل يوم. الساعة دي براحتك عيشيها، في الجيم أنت حرة. في البيت عندك تختاري مسلسل تنزليه أو تحمليه أو تتابعيه قديم جديد، أنت حرة. أنت حرة. براحتك. أنا واحدة من الناس كنت لسه من كام شوية مسترجعة ومحملاه مسلسل ساكن قصادي بتاع الرائعة رحمة الله عليها سناء جميل. أنا حبيت هي شوية دول، والباقي كله أنا عارفة إنه مش بتاعنا. اللي أنت عايزاه في اليوم اختاريه. حابة تشربي فنجان قهوتك، ما تستخسريش في نفسك. كده كده هتقومي كل تعملي غدا وكل ما لذ وطاب، كل اللي تقدري عليه وكل اللي إمكانياتك تسمح له مش هتستخسري فيه. تحبي تسمعي أغنية لأم كلثوم وأنت بتشربي كوباية الشاي بعد الظهر؟ براحتك. بتحبي تسمعي النقشبندي وأدعية على الساعة 7؟ براحتك. بتحبي تسمعي آيات معينة من الشيخ رفعت أو من الشيخ عبد الصمد؟ براحتك. اللي أنت حابة أعمليه براحتك. ابعتولي كل رسايلكم وكل حكاياتكم على بيجي برنامج اللي باسمي نهال طايل على الفيسبوك، أو على بيجي برنامج باسم نهال طايل على انستجرام. أنا عارفة إن أنتوا بدأتوا مداخلات، حاضر. ده الفيسبوك بتاعي وده الانستجرام بتاعي، ده التيك توك. تأكدوا ان كل رسائلكم رهن الاهتمام، رهن الاهتمام فعلا. هستقبل كل مداخلاتكم وكل حكاياتكم ونفتح المداخلات ونسمع بعض. وانا متأكدة ان الدقائق دي بتبقى قريبة لقلبكم زي ما قريبه لقلبي. ليه؟ لان بنوصل، بنقف عند نقطه اتفاق واحده، بنعمل ترابط بين الحاجات اللي بنتكلم فيها وما بينكم. لان اكيد احنا بنتكلم عن حالنا، حال كل المصريين، سواء بقى الرجل مصري لست مصريه لفتاه مصريه لابن وشاب مصري، كل ده مهم. هاخد جزء كده واقوله. بنيجي عندنا الصراع وخلاف حوالين مين النكدية، الست ولا الراجل؟ بصوا، هو يعني معرفش ازاي الست النكدية وهي بتبقى اساس بهجة البيت. الست دي لو مش في البيت ولادها بينطفوا لحد ما ترجع، هي اللي بتلمهم في جلسة واحدة وقعدة واحدة ويضحكوا ويقلدوا ويمثلوا ويتريقوا ويفتكروا مواقف وكده، تبقى الأم. انت فتحت خلاص المداخلات. مدام هبة من إسماعيلية، مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك، أنا سامعة الصوت في البلاتوي يا أستاذ أحمد. كده سامعة؟ أه كده سامعاكي. ازيك يا أستاذة نهال؟ أهلا بيكي يا مدام هبة، اتفضلي. أنا بحبك جدا والله العظيم، وبتفرج عليكي على طول، البرنامج ده جميل جميل جدا. أنا بتجيبي حاجات فعلا الواحد ياخد منها مواعظة. حبيبتي أنت يعني أسعدتيني. ربنا يخليك. أنا شفتك برضه من فترة كده، كان برنامج، كان حلقة الأب وكده وسألتيني عن والدي وكده، وقلت لك الصراحة هو أحسن حاجة في حياتي والله. يا حبيبتي، قولي لي الست نكدية ولا الراجل؟ لا الصراحة أيوة. الست. ليه كده؟ إذا شميتي الكنترول فيا يا هبة، ليه الست؟ قولي لي. هقول لك ليه. هي اللي بقيتها تخلي البيت كويس وهي اللي تخلي البيت سعيد. هو حتى جوزها راجع متضايق، هي بقيتها تخليه مثلا كويس مبسوط. موافقه جدا. وفي الرجاله برضه بتبقى على طول قفشه كده وعتنانه على طول، بس برضه بقيت الواحده هي تغيرهم يعني. اه يعني انت قصدك ان الست اقوى من اللي هي تقرر تكون نكديه. اه هي ايديها تخلي العيشه حلوه والبيت في فرحة وفي سعادة غير الرجالة. الرجالة برضو لا حول ليهم ولا قوة. اه يعني هو الراجل يعني راجع من شغله مهدود، يعني زعلان متضايق في حاجة مضايقاه، هي برضو هي والولاد بإيدهم يغيروا المود بتاعه، وان هو يبقى ينسى الشغل وينسى الحاجات دي برضو. متشكرة يا هبة. وهو برضو يعني عليه برضو قرار يعني.
انا كنت عايزه اطلب منك طلب، معلش يا استاذه نهايه. قولي يا حبيبتي عيوني. انا انت معاكي برنامج التخسيس، وانا عندي 26 سنه ووزني معدي ال 120. عايزه تخسي؟ انا عندي الغضروف، عندي 3 فقرات او 4 فقرات في ظهري من تحت، وعندي عرق النساء. انا وزني يعني عالي جدا، ما بقدرش اتحرك اصلا على رجلي. فالصراحه كل ما بكلمهم يقولوا لي الاسعار يعني رافعه. انا اصلا الاسماعيليه، يعني انا جوزي شغال ارزاقي كده، حبيبتي الاسعار رافعه عليا خالص والله العظيم، قسما بالله ما بقدر ادوس على رجلي. انا معايا اشاعاتي ومعايا كل اللي انت عندك اراده يا هبه تقفلي بقك. انا جربت الرجيم كتير، بيجيلي هبوط ودوخه، مش قادره. ليه؟ انا مشيت مع صغيره انا عندي 26 سنه. انت صغيره خالص يا هبه، ده عزك، ده عز المشوار بتاعك، ده عز ان انت تخسي دلوقتي. ما انا بس نفسي والله العظيم بصلي قسما بالله، بدعي ان انا اقول يا رب اخس من غير حاجه كده. انا يعني مش بايدي ان انا اجيب العلاج عشان مش معايا فلوس ان انا اجيبه، بدعي كده والله العظيم في كل صلاه اقول يا رب انا من عندك كده خسيتني. انا مش عارفه اعمل ايه لنفسي، وزني زاد رجليا، في عرق نسا في رجلي اليمين، الوجع كله نزل في كعب رجلي، ما بقدرش ادوس عليها خالص. عينيا ليكي يا بس هبه. بيجي معاكي برنامج اللي هو بتاع التخسيس، انا بكلمه بس العرض غالي عليا خالص. تلاقيش يا هبه. فلو ينفع اي حد بالله عليك يا شيخه، ولو عايزين تيجوا انا في الزمالك اوريكم مكاني واوريكم الاشاعات، والله العظيم ده كله حبيبتي بكلمه. ده هو ده طلب بسيط خالص، يا ريت كل طلبات الناس حلوه زيك وبسيطه كده. انا مش عايزه اخس عشان البس واشوف نفسي، والله انا عندي بنت 4 سنين وولد 6 سنين. والله طب ما تلبسي وتشوفي نفسك، ايه المشكله؟ لا انا عايزه صحتي بس اخدم عيالي، مش عايزه اشوف صحتك وتبقي برضو جميله، ايه المشكله؟ ما يعبكيش يا حبيبتي، ربنا يحليكي في عيون نفسك وفي عيون حواليكي وفي عيون جوزك، عادي جدا يا رب. لا يا حبيبتي انا والله العظيم بتواصل معاكي من زمان، بس كل ما رن يا رصيد ما ببقاش مكفي انا اكلمك. لا مش عارفه اتواصل معاكي عشان اطلب منك الطلب. انا لا ما لا ده اسهل والطف طلب جاي لي في الموسم السنه. يا رب الله يبارك لك يا رب، الله يخليك. عيوني ليكي يا حبيبتي، عيوني ليكي. يا ريت يا استاذ احمد، مش هقول استاذ احمد سامي لان استاذ احمد سامي ما بقاش يحتفظ لي بالارقام، مشاغله كترت، هقول استاذ احمد شوشه او استاذ منتصر سليمان. ارجوكوا احفظوا الارقام. مدام هدى من اسكندريه، مساء الخير يا مدام هدى. مساء النور، السلام عليكم. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بحضرتك. يعني منوراني واهل اسكندريه منورني. الله يديك الصحه ويكفيك شر المرض. قولي لي يا مدام هدى. انا 66 عمر 74 سنه. تعبانه ما بقدرش امشي، بمشي بالمشايه، وانا ما عندي بنت ولا بنتي معاها عيال وبتشتغل ومش فاضيان، بتجيني هي بصراحه بس بتجيني كل فين. انا محتاجه حد اكلمه واقعد معاه، مش فاضيان لي خالص. والولد قاعد حماته ومراته مسيطرين عليه، حتى انا ما بروحش ازوره ولا بيجيني كل فين وفين. انا قاعده لوحدي واعمل ايه؟ قلت لهم ودوني دار المسنين مستعجلين، قولي لي هتتعبي في دار المسنين هيتعبوك. هتعملي ايه؟ بيقولوا لي هيتعبوكي في دار المسنين هتتعبي. انت كل مشكلتك في الحياه يا ست هدى ان انت عايزه حد يقعد معاكي؟ عايزه حد اكلمه، عايزه حد، مش عارفه انا عايزه ايه، مش عارفه. انا حاسه ان هيجيني اكتئاب، جاني اكتئاب تقريبا. انا متضايقه زهقانه. في انا سمحت برنامج حضرتك، انا متابعه على طول حبيبتي. ساعدني حضرتك والله كتير، ساعدني يا حبيبتي. طيب يعني طيب في مشكله، هقول لحضرتك في مشكله في مواعيدهم يعني؟ مشكله، هم وقتهم كله وتعبانه هي اصلا، عندها عظيم، عندها من ايه اللي خلاكي تفكري تروحي دار مسنين؟ قاعده لوحدي خايفه اموت لوحدي، وقاعده لوحدي. حضرتك عندك كام ابنة؟ عندي بنت واحدة ومش فاضيالي، هي عندها شغل وبيتها وعيالها وبتذاكر لهم وكده، يعني ما عندهاش وقت. بتجيني هي، ما بتجيني، مش بتجيني. بتجيلي كل قد ايه يا حبيبتي؟ حتى بسألها بقول لها هتجيني امتى؟ انا تعبانة وودتني للدكتور وراحت معايا وكل حاجة، بس بتجيني كل شهر مرة، كل في الشهر مرتين بالكتير يعني. ما بتروحش بتيجي عليا. طب ليه حضرتك ما طلبتيش تعيش يعيشوا معاكي او تعيشي معاهم؟ انا هي بنتي كانت عايزه تاخدني معاها، بس شقتها ضيقه، ما عندهاش مكان اقعد فيه. برضو رحت جربت ومش مرتاحه. واحد بيت غير بيته بيرتاح. ايوه
انت حابه بيتك وحياتك هنا في بيتك افضل. لو اني مش مرتاحه برضه، لكن هعمل ايه؟ كيش اصحاب جيران ليكي؟ اقول لحد لا، ما بتدخلش في حد انا طول عمري. قولي حبيبتي. في برنامج جت الاستاذه اسمها نورهان. ايوه عايزه اتواصل معاها، عندي مشكله برضه في القانونيه، عندي يعني حته ارض خدوها مني ناس وسيطروا عليها عايزه يعني استشيرها. طب بصي يا ست هدى، انا فهمت دلوقتي ان حضرتك بتحبي ولادك قوي. طبعا. وانك ام جميله جدا ومعطاءه قوي، وانك كمان فاكراهم وعذراهم. ايوه انا خايفه لا اموت وبعدين الارض دي تروح مني، وانا عايزه هم غلابه برضه، عايزه اعمل لهم حاجه، عايزه الارض تبقى يعني، عايزه استشير الاستاذه. ليكي اخوات؟ ليا اخوات بس معايا اختي بتجيني بتجيب لي اكل وكده، انا ما بقدرش اطبخ. مين بيساعدك بقى في حياتك اليوميه؟ يعني مين يوقف الغسيل بتاع حضرتك؟ البيت يوضبه؟ الحاجات دي انت؟ ما بعملش فيه حاجه، قد ما بعمل يعني على قد ما بقدر، على قد ما اقدر. عايزه بس انا اتواصل مع حاضر يا ست هدى مع الاستاذه نورهان صبحي، انا حاسه انها طيبه وكويسه، ممكن انا يا حاضر. لو ولادك شايفينك دلوقتي تقولي لهم ايه؟ أقول لهم إيه؟ أنا مش هقول لهم أي حاجة، لأن أنا عذراهم. عندي ابني ومتجوز واحدة حماته مسيطرة عليه ومراته مسيطرة عليهم، وقبل كده حب ينفصلهم، ما أقدرش ينفصل منهم برضو، يعني مسيطرين لدرجة إن ما بخشش بيتهم خالص. ليه؟ مش عايزيني، هي مش عايزاني. تدخليش البيت ليه؟ ده بيت ابنك. ما ابني ما اقدرش، هو مش ما اقدرش اقول لي تعالى يا ماما عشان خاطر خاف منهم، مسكوه ضربوه مره هو بيخاف منهم. فهي حماته واخواتها ضربوه، يعني ضربوه عشان عايزين يمضوا على حاجه كان غصب عنه، الشقه عايزه تكتبها باسمها. وما رضاش هو طبعا، هو كان في الاول موافق بس صاحبه قال له هي تعباك وعايزه الشقه تحت لها الشقه، مفيش امان يعني. ايوه. فقال له ما خد العقد منه وشاله عنده، قال له شيء يعني عشان ما تاخدوش منه. هم ضايقوا اخواتها فضربوه، اتلموا عليه ضربوه، فهو بيخاف منه. شكرا يا ست هدى، نورتيني. نورتيني. يعني مش هينفع اقول حاجه لولادها ولا اجرحهم ولا ابقى قاسيه وجلاده، لان عارفه حال الدنيا وبنجري فيها كلنا، ومحدش بقى مستاهل يبقى عبء على حد. يعني لو ما لقيناش وفضلنا نجري محدش هيدينا، لكن ما يبقاش ان هي توصل بيها تفكر في ان هي تروح دار مسنين. يمكن عن قرب هتشوفوا معايا حلقات جايه، هتلاقوا في ناس راحت دار المسنين مش لانها مش عندها بيت، ولا انها مشرده، ولا بالذات الستات، ولا انها مش لاقيه تاكل وتشرب، لا ده مبسوطين وعندهم اموال واملاك، ولكن خايفين من الوحده وخايفين يموتوا لوحدهم. هي دي لها حل؟ هي دي ليها حاجه؟ بصوا، خلونا نبقى واقعيين اكتر وحقانيين. لو هما كانوا سابونا واحنا صغيرين واتشغلوا وانشغلوا بحياتهم وبمشاورهم وبدنيتهم، ما كناش احنا بقينا في اللي احنا فيه. واحنا كمان ما ينفعش نرمي مسؤولياتنا، لان ده يبقى خطأ فينا وفيهم.
لأن احنا امتداد ليهم، ولكن نوسع دايرة التحمل شوي. يعني حلو لما يبقى حد منك حواليك، ده بيستدعي حاجتين. مش شرط يبقى اللي منك ده أم أو أب، ممكن يبقى أخ أو أخت. بيستوعب يعني، ده بيخليك تبقى نعمل حاجتين في العلاقة دي. الأولى إن أنت تبقى مدرك إن الشخص ده ليه طباعه وليه طريقته وليه حياته، ولكن دنيته وظروفه واختياراته أوجبته إن هو يبقى عايش معاك. طيب الطرف التاني بقى يبدأ يستوعب إن الشخص ده عامل ده ومتقبل منه، لأن هو ده المجهود اللي ربنا عالم بيبذله قد إيه عشان يبقى محتفظ بيه ويبقوا موجودين. يعني كل ابنة بتسمعني عايشة مع مامتها أو باباها، عارفة إن بيجي بقى نكبر في السن بنبقى لينا طريقة وليهم أسلوب، ولازم نبقى عندنا طاقة تحمل أكتر. كمان لازم العكس، نعذرهم، نصبر عليهم، ناخد نفسنا ونفسهم، يعني نبقى بالراحه كده، نخليهم ياخدوا نفسهم. ده مهم، ما نبقاش بقى عايزين كل حاجه زي ضرب النار، دب دب دب، لا نهدى. هي عندها بيت وهو عنده بيت ومراته وولاده. ده اللي انا اقصده، ان الاثنين بيستوجبهم يبقى عنده يدوا مساحه لبعض، فتقوم الحياه دي تكمل وتبقى زي الفل. نعم يا استاذ احمد. ام محمد من الجيزه، مساء الخير. مساء الفل ومساء الجمال، بنحبك يا استاذه والله، ومش قادره اقول لك على البرنامج الجميل اللي انت يعني بتطلعي الطاقه السلبيه اللي عندنا. حبايبي والله العظيم يعني مش قادره اقول لك، انت عندنا غاليه قد ايه يا استاذه. حبيبتي ما تحرمش منك والله العظيم. بصي يا حضرتك، قولي يا حبيبتي. في رجاله بتحب النكد، بتحب تنكد على البيت، وفي ستات بتحب النكد. صح. اي ده موجود وده موجود. انا بقى اللي بيحب النكد. تتعامل كام سنه جواز الاول؟ انا من 76 حوالي 48 سنه. حبيبتي ما شاء الله تبارك الله، 48 سنه. انا عندي 63 سنه ولحد دلوقتي انا يعني جوزي ده على طول، لو حتى ما فيش اي مشكله ابتدع اي مشكله. تتعاملي مع ده ازاي؟ والله بصي انا ربنا اللي مصبرني وربنا اللي مقويني. يعني قولي لي كده، يعني دلوقتي الولاد اكيد كبروا، كل واحد شال مسؤوليته. انا عندي احفادي متجوزين ما شاء الله تبارك الله، متجوزين ومخلفين. طيب دلوقتي بقى ممكن ننكد على ايه؟ اي حاجه. بصي لو ما فيش اي حاجه يخترع اي حاجه والله. وبصي انا بستحمل ومش وراضيه بقضاء ربنا، بس انا بقول ايه، ربنا هيديني خير في الاخر. طبعا والله العظيم يا استاذه طبعا طبعا بالله، يعني في فعلا الصابرين بخير. صح صح. واللي بتستحمل، ما فيش حد، ما فيش بنت دلوقتي تستحمل اللي احنا بنستحمله، لان احنا الزمن الاصيل اللي الاهل معلمانا ان احنا نعيش ونقعد في بيتنا، ما نتغيرش. فاهمه حضرتك؟ صح. يعني احنا تعبنا، لازم تحافظوا على بيوتكم. اهو كده حضرتك والله. وعارفه يقول لي غالبيه الوقت، يقول لي بيت ابوكي، ما انت لو جدعه روحي هناك. اقول له انا قاعده بعد 48 سنه. ده انا نسيت العنوان. يقول لي لو عندك دم ننسى. اقول له ما هنسى. 48 ده بروح فين؟ ده انا اصلا ما اعرفش اروح، خلاص نسيت العنوان. اروح في ايوه اروح. على فكره هو ما استغناش عنك يا يا مدام ام محمد، هو ما استغناش عن حضرتك يا ست ام محمد. على فكره ده يتجنن عليكي، بس هو طبيعيته كده. يعني طب اقول لحضرتك حاجه، لما حضرتك بتروحي تزوري حد من ولادك وتباتي يومين، بيبقى عامل ازاي؟ اه شفتي بقى، لا عمري. ده الحب يا جميل بقى اللي بيجيبك، ده الحب. ايوه ايوه صح صح. مش قادره هي تقول لك عمري ما بت، عمري في حياتي. بصي يا استاذه نهال، اتفضلي. عمري في حياتي ما بيتي بره، وعمري ما ارتاح بره بيتي. صح. حتى لو في مشاكل انا في مكان وهو في مكان. حبيبتي إيه، ربنا يديم ضحكتك وابهجتيني بمكالمتك. انت شبه ستات حوالينا كتير، امهات وقرايب وعمات وجيران وصديقات، انت جميله قوي. عايزه اقول لكم على حاجه،
هي قالت لك ما اقدرش ابات بره بيتي. هي راجعه بارادتها، هي عايزه اوضتها وعايزه حياتها وعايزه. انتوا عارفين دي اسمها ايه؟ دي اسمها راحه السر. حقيقي يعني من واحنا صغار تيجي بنت مثلا كانت تقول لمامتها يا انا اوضتي وحشتني قوي، فنبقى الامهات في الوقت ده تبقى مبسوطه بنتها بتحن لبيتها لاوضتها لحياتها مع باباها ومامتها. في الوقت ده احنا لازم نبقى افضل واوعى. ليه؟ لما بنتنا تيجي تقول انا اوضتي وحشتني تقومي تقولي لها حبيبتي وهي انت كمان وحشاها، بس ربنا ما يحرمك من اوضتك الجديده، ربنا يخليكي دايما لبيتك الجديد. ليه؟ لان احنا بقينا جيل بيرتبط مش بالارواح بس، لا احنا بقينا نرتبط بالاشياء اكتر. حقيقي الجيل اللي طالع ده اكتشفوا فيه بيرتبط بالحاجات بالاشياء، فبيبدا التعلق مش بالزوج، تحب بيتها، تحب تصحى من نومها تلاقي نفسها في اوضتها اوضه جوزها، بتحب تشرب القهوه بتاعتها هنا النسكافيه بتاعها هنا، بتحب مطبخها، بتحب حياتها، ما بتترتاحش غير في المكان ده. حقيقي حقيقي ده مهم، الحاجات دي مهمة قوي. افتكروا الكلام ده، افتكروه بأدق التفاصيل والإركان، ده مهم عشان نفضل عايشين ومكملين. دي اسمها راحة السر اللي الست أم محمد قالته في الآخر، اسمها هدوة السر. ربنا يهدي سرك. أنا سألت فيها زمان هي إيه ربنا يهدي سرك، هو إيه سري؟ فلقيتهم إن يقصدوا بيه إن أنا أنتي تحبي حياتك، تحبي مقتنياتك، تحب مطبخك، تحب الأوضة بتاعتك اللي بتنامي عليها، تحب كل ركن في بيتك، بتحب تقعدي على الفوتي ده تاخدي فنجان النسكافيه تحت الأباجور أو اللمبادير ده، ده مهم قوي. أسفة يا أستاذ أحمد ما سمعتش. أستاذ فتحي من القاهرة، أهلا بحضرتك يا أستاذ فتحي. اهلا يا استاذ مهال، كيف حالك؟ الحمد لله. والله الواحد سعيد بك جدا جدا ورجعتينا للزمن الجميل باستضافتي لامال رمزي، وانا راجل سوداني ومستغير مقيم في البلدين. اهلا بيك واهلا بيك. لانك رجعتينا للزمن الجميل انا بحب اشكرك جدا جدا جدا، جبت لنا شخصيه متزنه وهدوء وجمال وشكل حلو كل حاجه جميله فيها. طبعا فنانه كبيره. أيوة. الوطن العربي بقى كله كان بيحبها، وافريقيا كمان يمكن وصلها صيتها. انا سوداني بالمناسبه. حضرتك سوداني منورني. فلاعب كنت في المريخ السوداني سابقا ومن عائله فنيه شقيقه، في مطرب سوداني كبير اسمه صلاح محمد عيسى. بتجذبني البرامج الجميله، الحوار الجميل اللي بتعمليه انت دائما مع الناس يعني. اشكرك جدا اشكرك جدا. فجد يعني الحته دي عجبتني خالص خالص، وحبيت اتصل عليك واشكرك وعشان نرفع الروح المعنويه للناس الجميلين دي. فأمر رمزي المفروض على الاقل في المسلسلات الجايه الاجتماعيه دي يبقى المخرجين يشوفوا لها يعني دور. في السودان كنتوا بتتابعوا اعمالنا المصريه بحرص؟ طبعا، بعدين انا كنت شغال في المحاربين القدماء، وانت ذكرت الحادث بتاع رجلها دي، فكان في علاج طبيعي بتجي تاخده عندنا في العماره، فمره جميله 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 جدا جدا. فانت كده رجعتيني للزمن الجميل. انت نورتني، اسعدتني بمداخلتك جدا، نورتني وشرفتني. يمكن ده اللي انا كنت حبيت اوصله، يمكن اكون واحده من الامهات دي. عارفه يومكم شكله ايه؟ كويس جدا. عارفه انتوا عايشين ازاي؟ كويس جدا. عارفه مسؤولياتكم واحلامكم اللي خلاص اديتوها للي منكم وهبتوها له،
فهمت ده، ويمكن بحكم مهنتي فبقابل ناس كتير قوي 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 قوي، حتى ما بروح ادخل اقعد وسط زملاء او ناس تخصني او تخص بنتي بيقولي يحكولي يقولولي ناس تانية هي شغلانتي فرضت عليا ده. بشوف ان الست المصرية دي عظيمة والله، قديما وحديثا. بشوف رسائل العتب بتاعتهم، اللوم بتاعتهم، يعني لما بتيجي واحدة تنفصل بشوف هم كانوا عاتبين على ايه او زعلانين لايه. في ناس بتبقى زعلانة للكيان، الكيان البيت والولاد، وده أسمى زعل، أسمى زعل حقيقي. يمكن نكون احنا عندنا كستات ضغوط، فبتيجي الزوجة قدام جوزها تبطل كلام حلو، تبطل تهتم بتفاصيله. تفاصيله هو هي ايه؟ الله ريحة البرفيوم اللي انت حاططها دي حلوة النهاردة، تصدق ان انا طول اليوم شغلاني كنت انت حاططها امبارح. هي ممكن يكون شغلها حاجة تانية، الثانوية العامة عندها اعدادية بكرة، بنتها مطلعاني بس بتقول. طب لو ما بتقولش؟ بطلت تقول، تعرف ان هي هتبطل تسمع. وتتراضى بقى، خلاص هي اتراضت بكده، اتراضت ان هي تبطل تسمع. نصيبنا وقسمتنا ان الراجل المصري مش كثير الكلام الحلو لزوجته. هتكلم بحدود عشان عارفه ان في فتيات صغيره بتشوفني، صغيرات يعني، انت ممكن هتكلم بحدود جدا، سامحوني وعارفه ان انتوا هتفهموني. ممكن تتفاجئي باسلوب كلامه في شات تقريه، تتصدمي ايه ده، هو مش بالجراءه دي كده معايا ليه؟ مش بالحنيه دي معايا ليه؟ هو ماله؟ يا سلام، هو البره حلو مش عارف ايه، خلونا ايه نتحفظ. ولكن مش بلومك ومش بعتب عليكي، انا عارفه ان حياه حوالينا بقت محتاجه نبقى اسرع. حاضر هقول الجمله دي وهنقل على طول يا استاذه، ولكن انت عملتي الدور الاسمى، بس ما تستخسريش في نفسك، اوعي قولي عشان تسمعي. نصيبنا كده، اسمتنا كده. طيب تعالوا بقى نقول يا بختها ويا هناها اللي جوزها بيقول على طول، يعني هو طبيعته عاطفي. ايه الاكل الحلو النهارده ده؟ انت ايه البيجامة الحلوه اللي انت لابساها دي؟ انت النهارده وشك منور. في رجاله كده جميله قوي، اه والله، بيقولوا ببساطة كده وما بيكلكعوهاش على نفسهم. وفي رجالة تانية مش بتقول، فاوعي كمان تفقدي ان انت تسمعي. يبقى هو مش بيقول وانت ما بقتيش تسمعي، تظلميش نفسك. معانا مين يا استاذ احمد؟ مدام احسان من بني سويف، اهلا وسهلا حبيبتي قلبي. ازيك يا ولا نهاء؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. عامله ايه يا قلبي؟ بخير يا حبيبه قلبي، الحمد لله. انا بحب برنامجك ومتابعتي جدا، شكرا على زورك يا حبيبتي وردك عليا. لا ازاي، نورتيني. قولي لي بقى يا ست، الله يخليكي، حابه اسمعك. الحمد لله. حكايتك ايه؟ انا الحمد لله انا كده مبسوطه جدا ببرنامجك وبنجاحك، ويا رب من نجاح لنجاح يا رب ان شاء الله. حبيبتي ربنا يخليكي ويفرحك ويبارك لك في اسرتك. انت متجوزه؟ ويبارك لك في اولادك. انت عارفاني بقى؟ ايوه، ام عبده ام عبده. اهلا 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 حبيبه قلبي، الله يخليك. استني اعرف الناس عليكي، انا هعرف الناس عليكي. الست ام عبده، استني استني استني،
اولا شكرا لفريق اعدادي ورئيس تحرير ان هم يسمحوا لي ان اسمع صوتك. ست ام عبده من الناس الفانز ليا من سنين، بتحبيني بجد، من الناس المتابعه ليا جدا على البيج، من الناس اللي خط دفاع رهيب، بقرا كلامها بحسها مني، اخت ليا، بنت خاله، بنت عمه، رهيبه. مجرد ما حد يكتب حاجه الاقيها داخله ترد، فلفتني جدا ان هي من الفانز بتاعي اللي انا بقالي ناس بتحبني قوي كده، فكان لفتني اسمها، وحريصه جدا طول الوقت ان هي تبقى موجوده وقريبه مني. حبيبتي نورتيني وشرفتيني، انا فرحانه قوي اني سمعت صوتك، دي اول مره في حياتي اكلمها، لان غالبا انا ما بيبقاش عندي وقت كتير في البرنامج عشان اخد مداخلات. مبسوطه قوي 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 اني سمعت صوتك يا حبيبتي، قوي 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 مبسوطه ان انا بتحب منكم حقيقي، اللهم لك الحمد، حقيقي مبسوطه. بس هي عارفه حياتي وكده فاستغربت. الفانز بتوعي كم اسم كده، انا حافظاهم كويس قوي، حافظاهم يعني لو اتكلم الفيوم احمد ابو زيد، راجل انا بحبه جدا وبقدره جدا وبعتز بيه جدا انه من الفانز بتاعي. من الجيزه محمد جمال، علي درويش، محمد مطوع، لا انا حافظه، انا حافظه. هي بيجي كبيره جدا ولكن انا حافظاكو كويس. فرانسيس حافظاكو، متخافوش مش بنساكو، وببقى حريصه ان انتوا تبقوا موجودين في حياتي كمان. انا فرحانه، شكرا جدا للاساتذه في الكنترول. طيب سعدت قوي بلقاء الفنانه القديره الجميله امل رمزي، قربها كان بسيط، مفهوش كلكعه، مفهوش مشاكل، فيه ست كلاسي جدا، هاديه جدا، راقيه جدا، مشاكلها تخصها واتكلمت عنها ببساطه، بساطه مطلقه مطلقه لا تعتبر في الوحده. تعالوا ناخد فاصل ونرجع لكم مره تانيه، ابقوا معنا. ابعتوا لي كل رسائلكم وكل حكاياتكم على بيجي برنامج اللي باسم الهلطايل على الفيسبوك، او على بيجي برنامج باسم الهلطايل على الانستجرام. مبسوطه بمكالمه ام عبده جدا جدا جدا، بشكر زمايلي في الاعداد جدا، شكرا على تواصلكم، ده حقيقي. ليه؟ لان ساعات بنحتاج طاقه ايجابيه تخلينا نكمل، ده مهم، مهم جدا حقيقي. يعني بصوا، مفيش حد بيقدر يكمل لوحده، تبقى صعبة، وربنا يعين كل واحد كتب عليه انه يكمل لوحده، وربنا يلطف بكل واحد مكمل بالفعل لوحده، سواء بقى لوفاة شريك او شريكة، سواء بعدم انه يخوض تجربة الزواج اصلا، سواء انه ربى وكبر وكل واحد فيهم سافر في مكان، هي صعبة. فكرة لم الشمل والعيلة دي من الحاجات الغالية قوي اللي في حياتنا. استحضرني مشهد لماجد الكتواني لما طلع قدام المحكمة وقال إن أغلى الحاجات ما دفعناش ثمنها، ما اشتريناهاش بفلوس. أي حاجة ممكن تشتريها بفلوس ليها ثمن، ما عدا النصيب. ممكن يكون ربنا كتب نصيب على واحد ما يعرفش يبدله، ما يعرفش يغيره بفلوس. الوحدة غالية برضو،
ما تقدرش تبدلها بفلوس. الولاد في ناس بتدفع كمية فلوس عشان تعمل حقن مجهري أو تجيب أبناء وتحاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة يبقى عايش هو وزوجته كل بيعملوه المحاولات عشان يخلفوا. فلوس جاية ورايحة عشان يخلفوا بس. أغلى الحاجات ما عملناهاش بفلوس، ما اقتنيناهاش بفلوس نهائي. السعادة مش بفلوس ومش في الفلوس. بتقولي ازاي كده يا نهال؟ لا لا لا، انا عارفه في السوشيالايز بيبول دول بيبقوا بيتكلموا كده، في ناس كده بيبقوا بتوع السوشيال ميديا قبل وبعد، فعلا الفلوس ما بتعملش كل حاجه. لا، معنى ان نسبه كبيره جدا من اللي معاهم فلوس اشتكوا من قله السعاده يبقى مش الفلوس. خلينا متفقين، خلينا نبقى ناس متعلمة متفهمة حقانية. معنى ناس كتير جدا معاهم فلوس بيشتكوا بضيق النفس وقلة السعادة يبقى السعادة مش في فلوس. وبيسافروا بقى ملايين الكيلومترات ويركبوا طيارات وينزلوا من طيارات عشان يدوروا على السعادة بعيد قوي كده بحرق مجهود وحرق فلوس. انت ممكن تدخل عند خالة من خالاتك، عمة من عماتك، تفضلوا سهرانين لحد الساعة 3 4 مش عارفين تناموا من كتر الضحك. في غيرك راح مشاوير ونام في طيارات واقف في ترانزيت عشان يضحك الضحك ده او يحس الشعور اللي انت حسيته بطبق الجبنة بالطماطم ده. ام فارس من القاهرة، مساء الخير. مساء الفل، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ انا عايزه بس اقول لك حاجه عن موضوع الحلقه بتاعت النهارده، ان مش كل الرجاله بتقول كلام حلو وكده. انا عارفه. بصي، انا والله جوزي ممكن ما يكونش من الناس اللي بتقول قوي، بس وقت رجوعه ده اكبر نعمه في حياتي. وقت رجوعه اكبر نعمه في حياتنا. انا بكتب فيه شعر. يا حبيبتي يا حبيبتي، ربنا يهنيكي بيه. ليه بقى؟ قولي لي ايه اللي يميز جوزك يا ام فارس؟ مريضي اهل الهوى بالحب عالجوني. الله، حبيبي زي القمر زي البدر في عيوني. الله الله، ده حب كبير جدا. ربنا يحميكوا يا حبيبتي. ربنا يخلي حضرتك. فهي مش لازم بالكلام، هي اهم حاجه الفعل، وان احنا نعدي لبعض. الحياه تستاهل ان احنا نعدي لبعض. انت بقالك كام سنه متجوزه؟ 9 سنين. ما شاء الله تبارك الله. مريتي بازمه ال7 سنين؟ بصي، هو في ازمات كتير قوي اكتر كمان من الحلو اللي عدى، بس هي الفكره في ان احنا نعدي لبعض. حياتنا تستاهل ان احنا نعدي لبعض. غلاوته مع السنين والازمات اللي عشتيها زادت ولا بتقل؟ لا بالعكس، بتقل. وانا دايما بقول له احسن حاجه في الحياه المشاكل، عشان بتثبت مين بيحب التاني اكتر. يعني الغلاوه بتزيد. اه صح، الازمات عشان ابقى عارفه تعلي الغلاوه. لو انا ليا معزه عنده اكيد مش هيسيبني انام زعلان، او انا اسيبه ينام زعلان. وكم دقيقه ماديه ما عديتوها مع بعض، وكم دقيقه صحيه عديتوها مع بعض، وكم التزامات سديتوها وفكرتوا فيها مع بعض كتير. فده قربكم مش بعدكم. اه، ده بيقربنا لبعض اكتر، بيخلينا نفهم بعض اكتر، بيخلينا نتمسك ببعض اكتر. حبيبتي ربنا يبارك لك في حياتك ويحفظ لك جوزك ويبارك لك في حبك. دي احلى حاجه. شفتوا الجمال؟ شفتوا الجمال؟ بصوا انا هطلع فاصل عشان اوريكم حاجه جميله تانيه، حاجه عملت لي دوشه كده. تعالوا نروح نشوفها ونرجع انا وانتوا وضيف يمكن من اول لقاءاتي اللي انا بعملها مع ضيف زيه. ابقوا معنا. زي ما قلت لحضراتكم النهارده، حلقتي او الجزء اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه يمكن ولاول مره بعمله عن قرب، وبعمله هوا قدامكم. ضيفي ضيف واحد من اللي بيكتبوا شعر، وواحد من اللي حوالينا في المجتمع بناخد منهم البركه، وواحد من الناس اللي بسيطة قوي من كتر بساطته يدخل قلبك بدون استئذان. على مدار ما يقرب من
يعني أعوام. أنا أخدت بالي من شاب بيعمل بنرات وبيكتب إن أنا عايز أطلع معاك يا نهال وأقول شعر. عارف يوصل لي ونجح في ده، ده إن دل دل على إن هو مختلف في كل حاجة. والنهاردة ضيفي، ضيفي اللي منورني من الصعيد، يعني الصعيد وناسه الحلوة، عبد الرحمن الديب. نورني يا عبد الرحمن. ايه انوتان حضرتك المشاهدين، انت منورني. ده انا منكم. بتعرف تقول شعر؟ اه. هتكلمني كده، انت كام سنة؟ انا عندي 21. انا من سوهاج. من سوهاج. من كوريا. كوريا بسيطة اللي هيغلط. قرية بسيطة في سوهاج. عظيم. 21 سنة. طبعا انا ابتديت تحدي الاعاقة لان والدي كانوا يحسون ان انا ما عندي ظروف. ما عندكش ظروف. انت زيك زينا. يعني انا هم كانوا حريصين ان هم يدعموك. طبعا انت تستاهل يا عبد الرحمن. يعني انا كنت من عمر 7 سنين بروح اقضي طلبات البيت بتاعتي. وانت 7 سنين. روح يا عبد الرحمن هات لي كذا من السوبر ماركت. هات شاي، هات سكر. وانت صغير كنت بتشوف ده ازاي ما كبرت؟ انهم هم لما ممكن معايا ما كنت كان حاصل المكان اللي فيها ديوك. صح. يعني ما كانوش دعموك كده واعتبروك يعني بخير. يعني احنا عندنا الناس عندهم اعاقه يعني بتستعان من عيالهم انهم معاقه. يعني في اولياء يقول لك انا ابن معاق. لا، انت خليك في البيت، انت مكانك البيت. لا، ودي غلط، ودي غلط. انت لا غلط، انت خد ابنك معاك كل حتة. عنده اعاقة خد. والله انا بابا كان بياخدك كل حتة؟ كل حتة. تحضر افراحهم، تتمشى معاه. احنا اي مكان كان. يعني ابويا من انواع بيحب يروح للناس تاني. كان ياخد مع اي مكان، اي مكان ياخدك معاه. يقول لك يلا عبد الرحمن البس انا اخدك معايا. انت جاي ازاي؟ انا جاي مواصلات. مواصلات؟ جاي منين؟ جاي من السلام. تصدقوا ان العتب علينا اللي احنا ما بعتناش لعبد الرحمن عربيه؟ زي ما تقولناش انت عايز عربيه. طلبتش. انت طلبت، انت على راسنا. ربنا يخليك. طيب تعالى يا عبد الرحمن، انت قلت رساله مهمه جدا لكل ام واب. قلت ما ينفعش ان احنا نستخبى من ولادنا اللي بيبقى عندهم حياتهم المختلفة. وان هما واحد يبقوا كونهم من ذوي الهمم. أيوه. تعرف ان انت اسمك ذوي القدرات الخارقة. أيوه. عارف اسمك كده في مصر. أوه. عارف ان انت واحد من ان الدولة المصرية بتحاول تعمل لهم كتير. اكيد يعني. شايف وضعك النهاردة افضل من زمان. بص انا فتح. احنا بصي في تولي في خمس رئيس احنا شنينا نفسنا قدرنا ان احنا نتحرك. انا واحد من الناس ابتديت مشواري اول ما الرئيس عمل اليوم العالمي للاعاقه. شفت ان هو ابتديت مشوارك من اول ما السيد الرئيس عمل اليوم العالمي للاعاقه. لذوي الهمم. لقيته بدأنا بيحبنا. طيب انا عايز اقول حاجه للساده المشاهدين. سامحني يا عبد الرحمن. عبد الرحمن يمكن طول الوقت بيعمل بنرات باسمي جنبه. وانا كنت بشوفها لانه كان بيبعتها لي على البيج، لكن كنت ازعم ان هو مش مهتم. اول مره اشوفه في حياتي دلوقتي عن قرب. اول لقاء وسلام بينا حالا عن قرب.
انا ما شفتكش قبل الهوا صح؟ ايوه. انت لسه حالا شايفني؟ ايوه. فكلام اللي بيقوله عبد الرحمن، انا كل اللي عملته لعبد الفقير لله اديته فرصه يطلع يقوله، لكن انا ولا هو قعدنا مع بعض ولا اتكلمنا مع بعض ولا شفنا بعض، ويشهد الله على ما اقوله هو قاعد. انا بقوله قدامه. ليه؟ لان الدور اللي الدوله المصريه عملته لذوي الهمم بقى يتكلم عن نفسه. اكيد. انا كل العبد الفقير ده اللي عمله ايمانا مني ان برنامجي كبر، وده بفضل الله سبحانه وتعالى، وان من عبد الرحمن لقيت شباب كتير قوي بتشوفني، ولما لقيت اصراره ومصمم انه يجي، هو كان هيسافر النهارده، هو كان راجع سوهاج. أيوه. هو قال لي كده. أيوه. هو عارف يوصل لي. أيوه. فكان راجع سوهاج قال لي، هو كانش انا قلت له طب خلاص يا عبد الرحمن انا هستنيك. أيوه. وكان بيتواصل مع الزملاء في الاعداد، لكن هم عندهم شغل كتير قوي وناس بتطالبهم بعرض شغلهم. فلما كلمني قلت له تنورني وتشرفني، فقط كانت المكالمه بيني وبينه دقيقه. ايوه دقيقه. يعني انا جبت رقمها. ما تقولش منين، اقعد ساكت. انا عشان كنا برقم 12. لا 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 لا. ما بقاش يبطل يرن، ومش قلبي مش جايبني اغيره. اتفضل. قلت لك تعالى. نورتنا. ايوه. قول لي بقى انت كشاب كده عايز تقول ايه لكل الشباب اللي زيك الاصغر منك والاكبر منك من ذوي الهمم؟ ايه الرساله اللي عندك يا عبد الرحمن؟ بقول لهم اتحدوا العقل. انا واثق ان كل واحد من دول عنده موهبه، عنده طاقه. ما يعني بلاش الناس بتنمر. يعني انا ماشي المبدا في حياتي، خد التنمر ده. ناس بتتنمر عليك؟ تقول لك ايه؟ اقعد في البيت، انت معوق، انت مش هتنفع، انت 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 انت. خد الكلام ده بلاش. بالعكس. اللي يقول لك انت مش، لا انا هنسى، انا هوصل، انا راح. انت هتشوفوني لما اوصل وتقولوا يا ريت يا ريت يا ريتني ما قلت لك انك انت انسان مش هتوفى. يعني انا واحد. انت احسن الناس يا عبد الرحمن. يعني انا واحد. انت احسن الناس، وانت واحد من ولادنا الغاليين. ربنا يخليك. واللي ما يفهمش ويعرف ان انتوا البركه اللي في المجتمع يبقى خسران. ربنا يخليك. انتوا بركتنا. ربنا يخليك. والحاجه الحلوه اللي ربنا بيسترها معانا. ربنا يخليك. قول لي شعري بقى، عايز تبدا بمين؟ شفت البنرات؟ هو ده كان يقعد يعمل البنرات دي طول الوقت. ده في بنرات ده كده وان داي، هو كده اعلن بجد. في بقى بنرات ثانيه. في حاجات من سنين. انت كام سنه بتقول لي انا عايز اجي لكم؟ انا بجيلي 4 سنين بحط أحسن. يعني 4 سنين. الحمد لله. يعني الحمد لله. المرة الأخيرة دي، المرة الأخيرة هي اللي الحمد لله. أنا مبسوطة إني شفتك. ربنا يحفظك. عايز تقول شعر وأنا حابة أسمعك، وأكيد السادة المشاهدين. خليني هنبدأ بحاجة اسمها أنا مش معاق. أنا مش معاق. اتفضل. بقول أنا مش معاق برغم اني عاجز اتكلم، برغم اني عايز ارد سلام، برغم اني عايز ارد سلام. اذا حد قال لي السلام عليكم ارد التحيه بهد الدماغ. انا مش معاق. اذا لسه باشر تراب الوطن، لسه يكون سليم من دين وقلب النمو وقلب النيوم بود. تعيش يا بادي وتنفع علامة من المواقف. المواقف الحقيقة شخص حكوم عايز يعوق كل ما عايز يكسر كل انا مش معاق. اول ما قلت لماما وبابا انت طالع تقول شعر في التلفزيون قدام الناس كلها، قالوا لك ايه؟ يعني بصي، اولا عايزك تكلمني بالصعيدي.
بعد اذنك يعني. ماشي، انا عايزاك تكلمني زي ما كلمتني في الشعر كده وبعشق ترابك يا مصر، انا عايزاك تكلمني بالصعيدي طول ما احنا قاعدين مع بعض. والله بصي انا قلت لهم انا رايح التلفزيون، قالوا لك ايه؟ انت المفروض كنت راجع سواج. والله انا امبارح رنيت على والدي قلت انا كنت الاستاذه نهله وقالت لي تعالى بكره. ابويا راح قال لي روح، انا مشيت مره قلت له على حاجه وقال لي لا. برغم انت ما فيش مره تقول لابوك على حاجه ويقول لك لا. برغم بصي برغم ان احنا قضيت مصابه مع بيتصرف ويقول لي روح روح. انا يعني انا مش خليك اي حاجه انت نفسك فيها روح اعملها. عظيم، قول لي بقى انت ايه مشكلتك؟ بص انا اولا امنيتي الوحيده ان انا هي نفسي هو يعني نفسي رئيس الجمهوريه يسمع صوتي ويجيبني. يا ساتر انا بقول لك انا معي مبادرة لذوي الإعاقة، والله لو أنت تعرفها هتنفذها. إيه العملية اللي أنت محتاج تعملها؟ بس أنا في عملية في المخ محتاجة العملية دي ب 150 ألف جنيه، أنا لسه الدكتور قال لي عليها من يومين. العملية دي اسمها كي خلايا في المخ. طبعا العملية دي مش موجودة، أنا امبارح رحت وزارة الصحة بنفسي قالوا لي انك انت تبع وزارة التعليم يعني. طبعا العملية دي لو اتعملت بره مصر هتبقى افضل، لان العملية خطيرة جدا في المخ يعني. وانا يعني العملية دي يعني ان شاء الله ربنا يشفيني بعدها. الدكتور قال لي انت مصاب بالشلل الدماغي ومحتاج عملية. العملية دي مش بتتعمل في مصر، هي بتتعمل خارج مصر. هي بتتعمل في مصر بس الدكتور قال الافضل ليك انك تسافر، انك تسافر عشان انت محتاج متابعة دقيقة لحالتك. انت حالتك ممكن تعملها هنا، دكاترة هنا بقوا كبار قوي يا عبد الرحمن. بص عندك مصر اتطورت. ما انا عارف مصر، بس انا بتكلم على اوكي انت بقى لما بتشوف زملاء ليك من ذوي الهمم من محافظات مختلفة ايا ما كانت المحافظة فين، لما بتشوفهم على التلفزيون بتبقى انت فاهم تجربتهم ومعانتهم. بصي انا اكتر واحد بتاع ذوي الهمم واكتر واحد شغال معاهم. انا مع المبادرة بتاعتنا طاقم الإعاقة عملت لهم ست ايام مسرحيات. ست ايام مسرحيات؟ اخذتهم انه في ست ايام، اخذتهم هنا في المهندسين ست ايام. بقول لك انا بدعم دعم ايجابي. تقول ايه لكل الشباب اللي مش قادره تيجي مكانك هنا ولا توصل صوتها؟ تقول لهم ايه؟ رساله منك انت بقى. صمم على حنك، صمم على حلمك. هتوصل. بس انت اتعافر. ما انت في دي. والله في البيت. والله انا والله رحت وقدمت. والله انا رحت وقدمت وما حدش رن علي. لا روح مره واثنين. روح مره واثنين. في ناس بتقول ما رحت وقدمت وما حدش رن علي. وعي راح هتوصل. ربنا هيبعت احد من انا. والله انا راح اتعلم. تعال انا هوصلك لفلان. بس انا هوصلك لفلان. سعيده اني شفتك. ربنا ومبسوطه. ربنا يخليك. وحقيقي اشرحت صدري. ربنا يخليك. وبجد نورتني وشرفتني. بناشد كل اللي بيشوفوني، بقول لهم عبد الرحمن كل اللي عايزه محاولة
تقرب له المسافات. تستخسروهاش في عبد الرحمن أرجوكم، لأنه فعلا مش هقول مثال لشباب ذوي الهمم وشابات وفتيات ذوي الهمم، لا هقول إنه مثال لكل شاب مصري بيعافر. حقيقي حقيقي يعني. بص أنا يعني سبحان الله يراودني إحساس دلوقتي وأنت قاعد قدامي، الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام، ومش عارفة يعني إحساس تاني خالص يا عبد الرحمن القرب منك. ما هي و يعني أنا هقول لكم حاجة، أنتوا ما تعرفوش يعني. أنا بقول إني إحنا ذوي الهمم الراعين رسول الله عليه الصلاة والسلام، عايز يقول إحنا الراعي لينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. يعني أنا نورتني. عايز تقول إيه تاني الدولة المصرية؟ عايز تقول إيه؟ تبعت رسالة لمين؟ مش عايز أحرمك من حاجة. يعني إحنا خليني أقول لكم حاجة كتيبة رئيس الجمهورية. دي كتبها رئيس الجمهورية مرة واحدة. طب يلا بسرعة. نقول إساعدك إساعدك يا رئيس لينا مكان، لينا اسم، لينا 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 مكان. إساعدك يا رئيس لينا مكان، لينا اسم، لينا عنوان، لينا عنوان. وبنرفع راسنا وبنقول نرفع راسنا وبنقول إحنا وبنقول إحنا أبناء الرئيس. أبناء الرئيس. إساعدك يا رئيس. فعهدك يا رئيس. أصبحنا قانون زمان زمان. قانون عن زمان. زمان كانوا يقولوا المعاق شخص غريب يقعد في البيت، والآن ساعدك يا المعاق شخص غريب. ساعدك يا إحنا. كان زمان إحنا قادرون قادرون برغم الاختلاف، قادرون برغم قادرون. هي طاقة والاختلاف. هي طاقة. هي طاقة مش إعاقة والله. هي طاقة مش إعاقة. مش إعاقة. افهموها. هتحسبوها هي طاقة مش إعاقة. افهموها افهموها. هي طاقة مش إعاقة. نورتني. وشرفتني. مبسوطة بمشاعر المحبة اللي جواك. مبسوطة بجمالك. باندفاعك. بحبك للدنيا وللحياة. بتمسكك بانك يعني مصمم تحاول. بس يعني انا تعرضت لمواقف والله تخلي الانسان يستوي يتدمر نفسي. والناس القريبه مني تعلم 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 ذلك جيدا ان عبد الرحمن ده تعرض لحاجات تخليه من كتر الصدمات. لو انت قاعد يقعد في جسمي. لا طبعا انتوا على راسنا يا عبد الرحمن. لا انتوا على راسنا. وفي عهد الدوله المصريه وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتوا فوق دماغنا. نورتني وزودتني وشرفتني. بكده اكون وصلت لنهايه حلقتي النهارده. استنوني كل يوم حد واثنين واربعه. كانت معكم نهال طايل في امان الله.